الشائعات وخطرها المدمر على المجتمعات والتي أصبحت واقعا مزعجا في ظل فضاء واسع من وسائل تواصل اجتماعي متنوعة، فهي أقرب إلى حرب نفسية وحرب الأعصاب يتسلل فيها ضعاف النفوس لتدمير المجتمعات. واليوم أيها السادة، في ظل متغيرات متسارعة وتحديات كبيرة تواجه المنطقة، كان لابد من الوقفة لتسليط الضوء على آثارها ودرجة الوعي لدى المجتمع في التعامل مع الشائعات التي يتداولها البعض عن قصد أو غير قصد. في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حالة توتر متنامي تجعل المنطقة في حالة ترقب للأحداث، تجد خطا آخر يصاحب هذه المتغيرات متمثلا بالإشاعات، وهو سلاح خطير في يد المخربين لا بد أن يقابله وعي مجتمعي لمصدر الإشاعة وتحجيمها قبل انتشارها في المجتمع. الإشاعات فعلا هي مرض، انتشار مش طبيعي، انتشار عند كل شخص الحين سواء كان صغير كبير، بهدل العالم. فحنا نتمنى يعني من المجتمع كله، يعني الحين الحمد لله احنا في مجتمع واعي، يعني مش مجتمع من نفس قبل مو متعلم يصدق اي شيء، يعني الله بعدين الله ميزنا بالعقل، يعني انت اعطاك عقل ما اعطاك عقل نسميه احنا العقل التابع، يعني كل شخص يتكلم تتبعه ما تدري هو صدق كذب، هذه المشكله. فحنا نتكلم حتى في المجتمع ونتمنى من مجتمعنا، يعني احنا عندنا مصادر سواء كانت مصادر أمنية، مصادر إعلامية، مصادر أي كانت، مصدر من الدولة هو اللي قاعد يعطيك الخبر الصحيح. الشائعات تسبب خطر كبير على المجتمع، لأن تسبب خوف على الناس خصوصا بجميع الأعمار وبوسائل الإعلام أكثر شيء. فإحنا لازم ناخذ الخبر الصحيح من الجهات الرسمية كوزارة الإعلام، وزارة الداخلية، والجهات الرسمية اللي موثوق فيها في جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما ناخذ من واتساب وهذول الأشياء عشان ما تأثر علينا نفسيا وتخوفنا وتخوف اللي معنا. إذا كانت الإشاعة عبارة عن خبر أو مجموعة أخبار زائفة تنتشر في المجتمع بشكل سريع ويتم تداولها بين العامة بطريقة مثيرة للفضول، إلا أنها دائما ما تبقى جوفاء لافتقارها للمصدر الموثوق الذي يحمل أدلة على صحة الأخبار. الإشاعات مدمرة جدا للمجتمعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الصحيحة من وزارة الإعلام، من وزارة الداخلية إلى آخره من مصادرها الصحيحة، فلازم ما نلتفت على اللي ينقال في التويتر والوسائل التواصل الاجتماعي. أنت لما توصل لك واتساب أو معلومة من خلال السوشيال ميديا، ممكن أول ما تسمع المعلومة أنت تأخذ تصدقها، لكن إذا بديت تتداولها وتدزها حق ربعك حق أهلك هذا يكون لها أثر أنت يمكن ما تحس فيه. فأهم شيء تتيقن من مصدر المعلومة وتأكد أنت ما تكون عامل في زعزعة استقرار يا ربعك، المجتمع، الوطن، الناس اللي حوالينك. يعني يراها البعض أرخص سلاحا يمكنه تحقيق أكبر عائد بلغة الاقتصاد، لكن في الوقت نفسه المصدر الموثوق بمعلومات وحقائق رسمية تنسف الإشاعة في عقر دارها. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.